بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، حياكم الله احبابنا وين ما كنتوا تتابعونا داخل الكويت وبرا الكويت. مساء جميل يجمعنا معاكم دوم على الخير والمحبه والمعزه، ومع ضيوفنا الكرام اللي منورينا الليله ان شاء الله في استوديو مسائي، وكذلك كل من يتابعنا ويشاهدنا عبر شاشه الراي على الهواء مباشره. ننطلق معاكم مع برنامجكم برنامج مسائي. الليله عندنا محطات مختلفه متنوعه، لكن محطه مهمه راح نوقف عندها وهي استكمال الامانه الاسبوع الماضي ولكن بشكل مختلف. موضوع اليوم ملف الكارثه البيئيه اللي حلت بالكويت واللي كل قاعد يشوفها ويغطيها، ليس على المستوى المحلي بل على المستوى العالمي، وهو نفوق الاسماك اللي قاعد نشوفه. ويمكن اليوم في نفوق اسماك شفناه، هذا النفوق الجماعي. اليوم الهيئه العامه للبيئه لهم مساحه للرد والتعليق، راح يكون معنا ضيوف على الهواء مباشره ان شاء الله، نطرح عليهم العديد من التساؤلات وايضا كثير من الاسئله اللي انتم ارسلتوها لنا نطرحها على ضيفنا الكريم. وكذلك محطه مع انجاز فريد من نوعه تفتخر به، مستشفى طيبه وتهديل الكويت. شنو هو بالضبط؟ راح نتعرف عليه. واليوم من كل اسبوع مثل ما عودناكم محطه في الصميم مع المحامي مشاري العياده. لكن البدايه راح اروح معاكم بهذه التغطيه لعدسه مسائي للحفل الاوبرالي مع مغنيه الاوبرا اماني الحجي. متابعه طيبه اتمنى لكم، راجع لكم ان شاء الله، لا تبعدون. أمان الحجي أستاذة في معهد العال فنون موسيقية. أول مرة أقصد أن أغني في تبع المجلس الوطني الثقافي وفي عيد الموسيقى. مثلتها قبل هالمرة كم مرة؟ حوالي يمكن 3-4 مرات، ومن ضمنها كان مهرجان أصيلة. فأعتبر هذا اليوم بالنسبة لي وايد، يعني بعد دار الأوبرا أنه يمثل لي وايد الكثير بالنسبة لي، وأعده يعني شيء مشرف حق الكويت. نعطي حقيقة فرصة للجمهور المتذوق لفن الموسيقى، أن هناك متخصصين في هذا الفن العالمي، وحقيقة نحن نتشرف بأن تكون هناك إحدى بنات الكويت كأمان الحجي. وحقيقة يعني ليس مجاملة، هي من ضمن المتخصصين اللي يعدون على الأصابع في العالم العربي في الغناء الأوبرالي. أوبرا حياتي. في السابق كان في جمهور خاص، بس الحين اللي قاعدة أشوفه الجيل الجديد والجيل القديم، يعني حتى ملاحظة أن حتى أطفال قاموا يحبون الأوبرا. فأنا وايد مستمتعة ومستانسة أن حتى الجيل القديم بدأ يستمتع ويسمع الأوبرا. أحب أن أؤكد هناك صرح مهم يتجاوب مع تجاوب المتخصصين في الكويت والوطن العربي، وهو مركز جابر الأحمر الثقافي، وهناك أحد هذا المعمار وهذا الصرح المهم اللي هو المسرح الأوبرالي، وبالتالي وضعنا حقيقة مناخ مناسب للتفاعل مع هذا الفن العالمي. كذلك نؤكد أن هذا الصرح يؤكد مكانة الكويت ثقافيا وحضاريا، وهو حقيقة مصب ووعاء للفنون جميعا من ضمنها الغناء الأوبرالي. وبالتالي احنا بهذا الصرح اخترقنا الحدود القطرية والإقليمية للعالمية. نتمنى الجميع للتوفيق، نتمنى للفنانة أمان التوفيق والنجاح. كيف
كله يقولوا لي عيشتينا جو، وكنا مو في الكويت، احنا كنا برا في اوروبا، يعني احنا قاعدين نروح نحضر اوبرات برا، بس لما نسمعك هني انت تعيشينا جو كنا احنا في اوروبا مو في الكويت. فكان يعني استجابتهم او حبهم حق الاوبرا صراحه اتفاجئ فيه كل مره، كل حفله اتفاجئ بشيء احلى واحلى. انا اتمنى وانطلاقاتي ودي اني اوصل للعالميه، اني ابتدي اغني في اوروبا. يعني الحمد لله غنيت في المغرب، غنيت في جمهوريه مصر العربيه، غنيت في لبنان. فانا الحين امنياتي ودي اني بس انطلق الى اوروبا، يعني معني غنيت بايطاليا بمهرجان اكسبو، غنيت مرتين وغنيت باوكرانيا، بس ابي يكون لي عاد امسيه كامله اروح اغني هناك حفله مستقله فيني. انا سعيده جدا بالاهتمام اللي شفته من تلفزيون الراي، وان شاء الله الحفل اللي راح اغني فيه اليوم، واتمنى الكل يستمتع، واتمنى اكثر ان الاعلام يهتم في هالفن. أحبابنا ومتابعينا، تواصل مستشفى طيبة مسيرة تألقها في المجال الطبي مع إنجاز جديد وفريد من نوعه حول العالم، يضاف إلى سلسلة إنجازاته السابقة، وهو شهادة الاعتماد الدولي للبرامج الطبية من اللجنة الأمريكية الدولية لجودة الخدمات الطبية كأول مستشفى في العالم عن هذا البرنامج وتفاصيل الأمانة. وألف مبروك لهم ولنا والكويت كافة الأمانة، أن اليوم مستشفى يتميز بهذه الشهادة وليس بغريب عليهم، دائما يبحثون عن الجودة وعن التميز والتألق، فشيء طيب وشيء جميل. نرحب بضيوفنا بداية، ورحب بالدكتور حسن خاجة وهو استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. مساء الخير دكتور. مساء النور. أهلا وسهلا بك، حياك الله. وايضا ارحب بالدكتور وليد التنيب وهو استشاري جراحه العظام. مساك الله بالخير دكتور وليد. حياك الله. حياك الله، اهلا ومرحبا فيك. وايضا ارحب بالدكتور حذيفه بن نخي وهو استشاري جراحه العظام. ايضا مساء الخير دكتور. مساء النور. اهلا وسهلا فيك، حياكم الله. وايضا ارحب بالدكتور وائل الرئيس وهو استشاري جراحه العظام وكسور الاصابات الرياضيه وتبديل المفاصل. مساء الخير دكتور. يا هلا فيكم. رياضيين كلهم عندك الرياضيين؟ اي كلهم. عسى اصاباتهم مو شايده، يعني يقدرون يلعبون ولا؟ والله الرياضه تعور. في وايد اصابات بس الحمد لله قاعد يرجعون. عليهم ينتبهون. بارك الله فيكم. العظام اليوم اعتقد ان هذه الاحصائيات الكثيره، اذا حبينا ندخل من باب الحوادث، حوادث السيارات، يعني عسى الله يعافي الجميع يا رب والكل ينتبه بهذه القضيه، لكن اعتقد ان الحوادث اليوم قاعد تسبب مشاكل كثيره اليوم. واليوم الرقبه وغيرها، الموبايلات والامور هذه كلها، فحضرتكم اليوم موجودين فنتكلم في قضايا عده وان شاء الله يسعفنا الوقت في هذه القضيه. انت ابتدي معك بدايه دكتور وليد، اذا بناخذ فكره عن طبيعه هذا البرنامج اليوم، هذا البرنامج اللي خذ هذه الشهاده وخذ هذا اول مستشفى بالعالم، احب اوضح للمشاهد الكريم شنو هو بالضبط، وانا كمراجع لهذا المستشفى كيف استفيد من هذا البرنامج. زين، البدايه بدت ان وقت ما انتقلنا دكتور حذيفة وأنا إلى مستشفى طيبة، إذا نعم. الكل يتبع التاريخ يلاقي أن أول إعلان نزل مستشفى طيبة يجلب خبرات عالمية إلى المستشفى، ففعلا كان هدف الدكتور سند الفضالة وابنه CEO السيد راشد الفضالة أن ندخل العالمية من هالباب. فعلا بدينا نجمع التيم، بدينا المراسلات، بدينا كل شيء، فقررنا أن إحنا أهم شيء عندنا المريض. طبعا عشان تدخل العالمية يجب أنك ما تشغل تجارة. نعم. اول شيء تسويه انك تفكر، انا مو قاعد افكر بالربح، انا قاعد افكر بيسمونه البيشنت سيفتي، اللي هي صحه المريض اول وبعدين يجي وراها كل شيء. نعم. عشان انا احصل صحه مريض اول احتاج استقبال رائع يستقبلك، احتاج تمريض ممتاز، احتاج تخدير على اعلى جوده، احتاج دكاتره اشعه، احتاج مختبر اعلى جوده، احتاج احتاج احتاج. زين، يما تقدمنا حق الشهادة الاعتماد بالجودة لعمليات تبديل الركبة وعمليات الجسم الظهر، هذا وراء شغل وايد من قبل، يعني يجب أن أنت تكون المختبر مالك معتمد، الأشعة معتمدة، الدكاترة التخدير معتمدين، التمريض معتمد، كله معتمد علشان أنت يسمح لك تتقدم. يعني أنت مو تيجي تقول والله أنا أبي البرنامج الركبة مالي جسم معتمد، لا، روح جهز نفسك أول شيء،
خل كل شيء يعتمد عالمي بعدين تعلنا. يعني العملية ما هي بسيطة دكتور، ما صارت بين ليلة وضحاها ودفعت فلوس ووصلت في ترتيب مسبق يعني قبلها. شو وصلت حق الإنجاز يعني؟ الترتيب هذا يا من الناس قاعد تفكر. يعني إحنا دائما نقول الطيارة تطير فرضا من هالدولة هالدولة نص ساعة، أنت تصعد الطيارة تستانس، لكن الطيارة تجهزت ست ساعات قبل. صحيح. وفي مهندسين قاعد يجهزونها، في ناس قاعد تتعب عليها عشان توصل أنت بصحة ما يصير فيك شيء. زين. نعم. هذا اللي صار إحنا ويانا، جهزنا 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 تقدمنا. اللجنة اللي جت عشان تعطينا الاعتماد تأكد إنه والله الاستقبال مالك، التمريض، التخدير، كل هذا معتمد وماشي حسب الجودة لصحة المريض. أمانة يعني بعد رابع يوم لهم انبهروا، قالوا فعلا المريض ماشي، يعني الكل قاعد يدور، حاطين المريض بالنص والكل يدور حوالينا بدوره لصحته. بارك الله فيك. الحمد لله قدرنا نحصل على أول برنامج اعتماد لعمليات الظهر. نعم. واللجنة قيمت مستشفى طيبة كسادس أحسن مكان بالعالم ممكن تسوي في عملية ركبتك. بارك الله فيكم دكتور، وإن شاء الله من تميز إلى تميز. دكتور حسن، اليوم شو اللي يميز قسمكم ومستشفاكم عن باقي الأقسام المتعلقة بالعظام وباقي المستشفيات؟ في البداية إحنا يوم أسسنا القسم كانت الفكرة أنه يكون عندنا فريق متكامل، يعني عندنا تيم وورك. إحنا بدينا جراحة العمود الفقري على أساس أن عندنا كذا تخصص يشمل هذا المجال، دمجنا جراحة العظام وجراحة الأعصاب زائد تمريض المتكافئ والإدارة المتكافئة اللي قاعد تسندنا في إجراء هذه العمليات، فقدرنا نجذب شريحة كبيرة من المواطنين والأجانب في الكويت، وقدرنا نقدم خدمة جدا متطورة في عمليات جراحة العمود الفقري. يعني من بداية العمليات اللي تبدأ بالتشخيص إلى مثلاً الإبر في الظهر، تدخل بالمناظير وغيره إلى الجراحة. بعدين إحنا نحتاج أساس قوي حق التشخيص، مثلاً الرنين المغناطيسي، قسم الأشعة، علاج الطبيعي، التيم وورك. يعني إحنا لما نأخذ قرار في إجراء عملية، قرار ما يكون فردي، قرار يكون جماعي. نعم. وفريق متكامل اللي هو يقدر مثلاً يأخذ ردة فعل مع الحالة هذه بالذات. بارك الله فيكم دكتور. اليوم دكتور حذيفة، أكثر الحالات اللي تتلقونها أو تتعاملون معها اليوم أو المنتشرة عندنا اليوم بالكويت؟ الحالات اللي منتشرة معظمها تتعالج مع العلاج الطبيعي. يعني معظم الحالات هي حالات آلام مفاصل الظهر، سوء الحياة اليومية، واحد ما يمشي كله قاعد، تليفونات، كمبيوتر، بالدوام قاعد، بالسيارة قاعد، فقلة الحركة وقلة الحركات الغلط وفترات طويلة. نعم. تعطي آلام مزمنة وآلام، يعني ناس الحين قبل نشوف ناس على 20 سنة وعندهم يشتكي من ظهره. نعم. يعني أول صحيح. أول ما نسمع بواحد عنده عوار ظهر بعد 40، الحين لا عادي يك 16-17 عنده عوار ظهر، عمره ما مشي، عمره ما سوى رياضة قاعد. فمعظم الحالات هاي عادة يتعالجون علاج طبيعي مع علاج، يعني نصيحة بالرياضة بشغلات هذه. اللي يجون احنا هم عادة في البرنامج هذا هم عادة اللي عندهم مشاكل أكثر، اللي عندهم ديسك وضاغط على العصب أو خشونة أو انزلاق عظمي أو حادث مثل ما ذكرت. نعم. أي شيء ضاغط على العصب، احنا دورنا الرئيسي في البرنامج هذا احنا شلون نحافظ على وظيفة العمود الفقري بالحفاظ على الظهر وإنك يخلي المريض بدون ألم يمشي. أغلب الحالات اللي عالجتوها دكتور كيف كانت النتيجة؟ يعني تقريبا المفروض المرضى يتكلمون. ايه يعني انتم موجودين، ليتم موجودين معنا عشان خلينا نحكون، لان اللجنه اللي جت قابلت تقريبا 95% من المرضى اللي سووا العمليات. ايه حطوهم بغرفه يقعد معاي سئله. حلو ممتاز. اللجنه اللي جت يعني قابلت 95% من ضمن التقييم ايضا، من ضمن التقييم تقابل كل مرضى، يعني كل سنه يجونك، يعني قابلوا 95% من المرضى. المرضى اللي ما قابلوهم اللي ما قدروا يوصلون، يعني حتى المرضى اللي كانوا جايين من برا الكويت، من الامارات، من البحرين، من عمان، احنا زيناهم ذاك تعالوا. علاج من برا بعد، يعني علاج بالخارج بالنسبه يعني لهم اكثر. إيه. يعني إيه. اكثر صح ولا لا؟ يعني اكثر واحد عندنا احنا داخل المستشفى من ضمن النواتج يجي له علاج بالخارج حاليا دكتور وائل. يعني معظم الحالات الصعبه اللي عملت وفشلت مالك الا دكتور وائل انك الشزمه ترجع له. يعني وين ما تكون انت بحوالين الميدل ايست اللي هو شرق الاوسط، وين ما تروح راح تلاقي اسم وائل موجود. عمليه الطب الرياضي فشلت ترى مالك الا واحد. شوقتنا حق دكتور وائل. كاخ وائل شوقتنا حق دكتور وائل. قول لنا يا دكتور وائل، الحالات الصعبه اللي تتعامل معاها واللي تعاملت وياها
واكثر من 95% الحالات اللي التقت مع هذه المنظمه هي منظمه دوليه ولا منظمه دوليه خيريه بشيكاغو. اي المنظمه الدوليه هذه التقى اكثر من 95%. كم اخذتوا النسبه دكتور؟ احنا قالوا لنا يور باس. حلو ممتاز. تعليقك دكتور. طبعا الحالات احنا الفريق المتواجد في طيبه ما في حاله الرد. احنا عندنا فريق متكامل من اطفال لإعادة تبديل المفاصل، يعني مفصل خربان احنا نغيره، إصابة رباط انقطعت مرة مرتين ثلاث احنا نسوي. فما في حالات الرد من الفريق عندنا، لأن عندنا استشاريين في كل مجال بكل إصابة معينة، وكل واحد فينا عارف هو شنو زين فيه. نعم. فمو نفس الخاص انت بس تبي تسوي اي حاله ما تر يعني فهمني. نعم واضح. انا زين بالمناظير كل الفريق يدز لي المناظير انا اسوي المناظير. حذيف انا ما اشوف اي واحد يجيني ظهر على طول ادز على دكتور. يعني حذيفة. دكتور يعني انت تقدر تكون جراح وتكون مناظير تكون كذا، مو معناته انك انت تستقبل كل الحالات. معناته دكتور مثلا حسن يقدر مناظير لكن شايفك انت افضل فيحولهم عليك. طبعا هذا احلى شيء بالتيم. هذا المعنى. هذا صوره الفكره. هذا رأي التقييم كان على الاساس انه مو قضيه تجاريه، مهم جدا قضيه تجاريه انه حسب الاصول اللي بالجمعيه الامريكيه للجراحه. يعني ممكن الدكتور ياخذ المدخول حقه ونسبته مثلا ترتفع، موضوع تجاري. اذا الموضوع هو لمصلحه المريض بالدرجه الاولى. هم يسمونهم البيس ايفيدنس، يعني شنو دليلك ان انت سويت الشيء هذا. الجمعيه الامريكيه حاطه 36 بيس ايفيدنس عشان يطبق على كل مريض عشان يقول ان انت مستواك عالمي. يما لقوا ان هال 36 كلهم مطبقين ما شاء الله. 36 الموجودين كلهم قالوا انتم مطبقينهم واحد واحد. نعم انا حساس الوقت لا ينتهي، بس اني بالنسبه حق الاصابات الرياضيه دكتور، الشباب اللي يراجعونكم والامور هذه كلها دائما هم يعني اللي بالدرجه الاولى يكون سريع العلاج والنتيجه بسرعه تكون حتى يرجع حق رياضته ايا كانت هذه الرياضه. طبعا احنا هل الامر هذا تعاملتوا معه؟ الهم الاساسي عند الطبيب انه يرجع المريض حق حالته قبل الاصابه. زين. ف لاعبين كرة القدم أنت تبي ترجعهم بأسرع وقت ممكن. صحيح. في عندي أنا لاعب ترايثلون خذ الثاني بثالث أسبوع من عملية رباط، إعادة رباط صليبي. إعادة رباط. إعادة رباط. ما شاء الله. طبعًا كان بس القاري 50 كيلو يعني. وخذ ثاني من ثالث اسبوع، هذا انجاز يعني ما حد قدر يسويه. اكيد في متابعه بعدها بعد العمليه. يعني الوحيد اللي داش ملعب باجيو بعد ثلاث اشهر اسرع واحد يعني. الله يكثر من امثالكم ان شاء الله يا رب، وكثر من امثالكم يطرح فيكم البركه ان شاء الله، وخير لهذا للبلاد وللعباد ان شاء الله. ومثل ما قلنا قبل شيء انه حتى بالخارج عسى الله يعافيهم ويشافيهم، سواء الخليج او الدول العربيه يزورون هني ويزورون مستشفى طيبه، يكون علاج بالخارج بالنسبه لهم حق الكويت، وهذا فخر لنا جميعا. بدوري اشكركم دكتور حسن خاجه استشاري جراحه المخ والاعصاب والعمود الفقري، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لك دكتور وليد التنيب استشاري جراحه العظام، شكرا جزيلا لك. الله يحفظك. وايضا دكتور حذيفه بنخي استشاري جراحه العظام، شكرا جزيلا لك. وشكرا موصول لك دكتور وائل الريس استشاري جراحه العظام وكسور الاصابات الرياضيه وتبديل المفاصل، شكرا جزيلا لك. يعطيكم العافيه. كل الشكر لضيوفنا الكرام، مستمرين معاكم بعد الفاصل. أحبابنا، نفوق الأسماك في الكويت الكل يرى ويتفق بأنها كارثة بيئية، وراح نظل إحنا نجني هذه الآثار ونتائجها السلبية لفترات طويلة، ويمكن هي موجودة من فترات طويلة من 99 أعتقد. إذا إحنا قاعد نجني اليوم الثمار وقاعد نشوف النفوق، يمكن آخر نفوق اليوم. الأسبوع الماضي استضفنا رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية اللي صرح بأن ما نحن فيه مسؤوليته تقع أكثر على الهيئة العامة للبيئة، ومن باب الموضوعية يعني فتح تلفزيون الرأي أبوابه للهيئة العامة للبيئة للرد عن كل ما قيل عنها في مع ضيفنا الكريم اللي كان موجود معنا الأستاذ خالد الهاجري. وأيضا راح نفتح ملفات بيئية في هذا المساء ونتعرف على أوراق ودراسات ونتائج
مع نائب المدير العام للشؤون الفنية بالهيئة العامة للبيئة، مشكورين لتلبيتهم هذه الدعوة ومشكورين على تواجدهم معنا. واليوم راح نوضح حق الكويت وأهل الكويت والمقيمين، نوضح لهم اليوم هذه القضية بلسان الرسمي للهيئة العامة للبيئة مع ضيفنا الكريم المهندس محمد العنزي. مساك الخير مهندسنا، حياك الله. خير يا هلا، مرحبا فيك. سعيد جدا بلقائي معك، شرفنا ومنورنا. انا سعيد، حياكم الله. الله يسلمك. حاب نبتدي من نقطه معينه ولا اي نقطه؟ مفتوح المجال. بارك الله فيكم على هذه الشفافيه وشكرا لتلبيه هذه الدعوه. اليوم نفوق الاسماك، الكل يتفق منها يعني كارثه بيئيه، الكل يعني يتذمر من هذا الموضوع. لماذا هذا التكرار مرارا وتكرارا في هذا النفوق؟ هل انتم تتحملون هذه النتيجه ولا انتم قاعده تعالجون والنفوق راح يستمر؟ إذا خذينا يمكن الحوادث اللي مرت على دولة الكويت من بداية 99، ويمكن في حوادث سابقة لهالحوادث هذه مسجلة يمكن عبر التاريخ. اليوم أعطانا يمكن أحد الباحثين في البيئة يعني أن حوادث النفوق أصلاً يعني من آلاف السنين موجودة، وتظهر من حين لآخر سواء بشكل طبيعي أو بتدخل بشري. اليوم كارثة خليجية أعتقد باش مهندس، اليوم الكارثة خليجية. لا يعني إحنا اليوم لاحظها، نعم لاحظها، لاحظها وتكررت يمكن أكثر في أكثر من دولة خليجية. نعم. في عمان، في الإمارات، في السعودية، عندنا في دولة الكويت. فهي ظواهر معظمها يكون ظواهر طبيعية، وفي البعض منها يكون بسبب تدخلات بشرية. نعم. احنا في الهيئة العامة للبيئة، وان حملنا يمكن في بداية يمكن حديثك عن موضوع مقابلتك مع جماعة الخط الأخضر، وان كان عندنا يعني بعض التحفظات على هذه الجماعة وكيانها القانوني ووجودها، الى ان احنا يمكن فاتحين ابوابنا اليوم لاي ناشط سواء عنده كيان رسمي او لا يوجد عنده كيان رسمي، الى ان احنا نحتاج انه يكون بشفافيتنا، نحتاج ايضا الجانب الاخر انه يكون شفاف ويتعامل مع الحوادث بشكل صحيح، ويعطي الامور، يسمي الامور بمسمياتها. وضع في لقاء معاكم كل المسؤوليه كامله على الهيئه العامه للبيئه، وكان هيئه البيئه هي المسؤوله عن مجاري الامطار، هي المسؤوله عن شبكات الصرف الصحي، هي المسؤوله عن المحطات، القوى اللي موجودة على جون الكويت، هي المسؤولة عن المناطق الصناعية اللي موجودة، هي المسؤولة عن الموانئ. هي وهذا كلام يعني في إجحاف واضح لهيئة البيئة. نعم. ومن من من هذا من هذه الجماعة ومن هذا الشخص تحديدا، ويمكن راح يكون واحد من أسئلتك أتوقعها عن موضوع المناظرة اللي دعالها في برنامجكم لرئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ عبد الله أحمد الحمود، وأنا وضحت حق الإخوان يعني حين دعوته. أنتوا قابلتوه يوم الأربعاء الماضي. نعم. يوم الثلاثاء أنا يعني اتصال منكم اليوم. من الرأي؟ لا يوم الثلاثاء الماضي يعني الماضي. اتصال من هذا عشان نوضح حق الإخوان الشفافية الكاملة. احنا اليوم وان كان هذا الموضوع موضوع يمكن ما يهم الإخوان المواطنين، الا انه يجب ايضاحه. يعني اتصال من الاعداد عندكم انه في عندنا برنامج في مسائي ونبي نتكلم عن نفوق الاسماك اللي هو الاربعاء الماضي اللي هو يوم مقابلته. فاعتذرت، قلت حق الإخوان كان يوم في نفس اليوم عندنا في ندوة في جمعية المهندسين، وراح أكون مشارك في الندوة وبصفتي كنائب مدير عام للهيئة والمتحدث الرسمي للهيئة أنا موجود في هذه الندوة. قالوا ناخذ اتصال على الهواء. قلت لهم يعني معناته أن في ضيف عندكم في الاستوديو. قالوا نعم، في فلان الفلاني اللي هو رئيس جماعة الخط الأخضر. قلت حلو ممتاز، إذا أنا أخلص الندوة وراح أكون عندكم مباشرة في الاستوديو. استغربوا الإعداد، قالوا بالفعل. قلت له نعم بالعكس، هذه فرصة عظيمة اليوم أن نطلع إحنا في الهيئة العامة للبيئة أمام الناشطين البيئيين وخاصة جماعة الخط الأخضر نوضح الحقائق. ما عندنا شيء خشي. كلموا الإخوان في الإعداد أن شنو أن ترى تطلع يبي يطلع معاك، لا يبي يطلع معاك في الاستوديو راح يكون مشارك. رفض، قال لا أنا ما أطلع معاه، وحول الموضوع أن أنا أطلع مع الرئيس. وعلى فكرة ترى يمكن رفض أنه يطلع مع الهيئة ولا مع حضرتك؟ مع حضرتي. إيه؟ الحين بقول لك ليش. قبل حوالي 7 سنوات وعلى الرأي أيضا، شوف سبحان الله يتكرر نفس المشهد.
في 2010 انا طلبته، انا شخصيا طلبته لمناظره، وكنت في ذاك الوقت احد مدراء الهيئه العامه للبيئه كمدير اداره، مدير اداره البيئه الصناعيه. نعم. وطلبته المناظره وطلع ثاني يوم وصرح بنفس الشخص وقال انا راح اناظر رئيس الهيئه ونائب رئيس الهيئه والمدير اللي طلب هذه المناظره، وتعذر باعذار وكرر الموضوع مره ثانيه هني عندكم نفس الشيء. اليوم ما عندنا مانع الرجل، ما عندنا لا ما عندنا مانع بالمناظره، بس انا اناظر الرئيس يقول انا رئيس جامعه الخط الاخضر اناظر رئيس الهيئه. يعني على هالموضوع اول شيء هو يعيش يمكن حاله رعب، وان كان اليوم انا راح اقولها على الهواء قد استفزه لطلب اساسي اليوم، بدل ما انت يعني اليوم تدور في القنوات الفضائيه وتتكلم عن هيئه البيئه، انا كشخص متخصص نائب مدير عام هيئة البيئة متحدث الرسمي للهيئة أطلبك أن أنت تجلس أمامي وتحاور في شأن البيئة، ما عندنا مشكلة. طلب رئيس الهيئة اليوم الشيخ عبد الله أحمد الحمود دعا كل مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، فريق القوس الكويتي، المبرة التطوعية البيئية، جمعية حماية البيئة، فريق السنيار في المركز العمل التطوعي، الجماعات، فريق كاياك، كل مهتم في الشأن البيئي. واليوم كان المسرح في الهيئة البيئة ممتلئ من الناشطين اللي يحبون الكويت وحضروا وتكلم رئيس مجلس الإدارة. يعني حضر يحب الكويت واللي ما حضر ما يحب الكويت؟ لا ما تكلم إنه ما يحضر، بس اليوم بما أن أنت ادعيت كشخص اليوم مستعد تناظر رئيس الهيئه، رئيس الهيئه قال لك بتفضل تعال في هيئه البيئه بحضور القنوات الفضائيه. مهندس محمد، الدعوه وجهت شخصيه حق نعم الفرق نعم هذه؟ نعم ولا وجهت بشكل لا عام؟ لا وجهت شخصيه لكل الناشطين، كل الناشطين دعوه شخصيه، كل الناشطين بما في ذلك خالد الهاجر دعوه بما شخصيه. بما في يعني الحين انا لازم اروح حق خالد الهاجر يطق بابه، انا اتكلم على جماعه الخط الاخضر مو خالد، انا اتكلم على جماعه صفه ما يخالف، خلينا طول لي بالك، انا مطول بالك، انت خذ احنا اليوم وخليك على راتب. احنا اليوم كل من حضر صدقني كل من حضر اليوم في الهيئه العامه للبيئه ما رحنا طقينا بابه وقلنا له، حطينا اعلان، حطينا له اعلان في وسائل التواصل الاجتماعي وحضر اليوم عندكم اليوم في الرأي غطى اللقاء المفتوح كامل، وكان لقاء بعنوان الشفافية، وطلبنا من كل الناشطين يتكلمون، بل أكثر يعني تركيزا على موضوع الشفافية نقلنا الهيئة نقلت أحداث هذا اللقاء من خلال السوشيال ميديا لايف، يعني ما في بعد اليوم والله عشان نخش شيء، وكانت الأسئلة مباشرة اليوم توجه إلى شخص المدير العام رئيس مجلس الإدارة، وكان يرد بنفسه على كل الأسئلة. أنا كنت أتمنى اليوم الأخ خالد الهاجر بما أن تحدى رئيس الهيئة أنه يحضر في مسرح الهيئة، إذا كان بالفعل المصلحة اللي يبيها مصلحة عامة ما هي مصلحة شخصية، إذا كان يبي مصلحة شخصية من وراء هذا الظهور أنا المتحدث الرسمي، اطلع أمامي وأمام الرأي الحين أنا أكررها عندك، إذا كان بالفعل يريد المصلحة العامة ومناقشة الوضع البيئي ويفتح كافة الملفات، كافة الملفات، ما عندنا خطوط اليوم حمراء بالنسبة لكل أوضاع كل المشاكل البيئية. نعم. يحضر أمامنا ويفتح ويتكلم باللي يبيه وراح يرد عليه. جميل. أكثر من كذي شفافية؟ أكثر من كذي هدوء من المذيع؟ بس جزاك الله خير. أنت الحين تفضلت حضرتك وقلت كل اللي عندك ووضحت وسطرت ووصلت رسالتك اللي انت تبيها، وجهت دعوتك الله يسلمك، هذا حقك، ما اعرف اني قاعد اتكلم مع صفات ونتكلم لهذا البلد ونتكلم عن النفوق ونتكلم عن هذه المشكله. راح اخذ فاصل، بعد الفاصل مهندس محمد راح ارجع مع ضيفنا الكريم ان شاء الله مع البيئه والناطق الرسمي باسم الهيئه العامه للبيئه، نتحدث عن هذه الامور كلها والاسئله ان شاء الله راح اطرحها على ضيفنا الكريم ونتكلم في هذه القضيه. اذا الدعوه موجهه لخالد الهاجر، خالد الهاجر تفضل وقال بان انا اقابل رئيس الهيئه ما اقابل اي احد ورفض هذا الدعوه، انت اليوم توجه له الدعوه، اذا القرار ما بينكم وبين بعض، احنا مو في جدال ولا في سجال. صحيح. احنا في هدف عام في هذه القضيه. فاصل وراجع لكم ان شاء الله، تبعدون. مهندس محمد، يعني صرحتم بأن البكتيريا ضارة هي سبب نفوق الأسماك، كيف اكتشفتوا هذا الأمر؟ شنو هي البكتيريا اللي مو راضي تنتهي هذه من 99 النفوق قاعد يصير عندنا؟ لا، هذه البكتيريا تختلف عن النفوق اللي صار في 99 اللي حاش أسماك الميت.
نعم. يعني نوع اساسا الستريبتوكوكس اللي كان في الميد اليوم بكتيريا ثانيه اللي هي الفايبرو الجينو لاتكس، هذه بكتيريا اخرى، واساس هذه البكتيريا يعني للرجوع عليها هي بكتيريا ناتجه عن الصرف الصحي. يعني حتى يعني قبل الهواء كانوا يمكن الاساتذه الدكاتره اللي موجودين كنت تتكلم عن هذا الموضوع، وعلى نعم. فكره يعني على طول بعد ما يعني نطقت اسم البكتيريا عرفوا ان هذه من الانسان اساسا. نعم. البكتيريا تنتقل من خلال الصرف الصحي. نعم. اليوم يمكن الاسباب وايد، والتساؤلات اليوم من الناس يمكن صار في معلومات متضاربه اليوم، بيقول لك ان يمكن هذه صور اليوم، هذا يمكن هذه اليوم على ساحل المنطقه اللي هي منطقه صباح. نعم، صباح الطبيه. طبيه نعم، بجانب معهد الكويت للابحاث العلميه جانبنا شويخ. وهذه ترى على فكره يعني احنا ايضا في الهيئه العامه للبيئه حذرنا قبل حوالي 3 ايام، وقلنا ترى الظاهره ما انتهت، ما تلاشت، راح يتبعها ظواهر كله بسبب البكتيريا، وقد يكون في اسباب ثانيه غير البكتيريا. احنا اليوم اذا تسالني عن البكتيريا وليش احنا يعني في البدايه كان في عده تصاريح، وترى كل التصاريح متكامله. نعم. اليوم يعني الناس يقول لك مره الوزير الفلاني قال الاكسجين مذاب، ومره يقولون الصرف الصحي، ومره يقولون البكتيريا وحراره الجو. كل هذه الاسباب هي اسباب مجتمعه. طيب ليش ما يطلع شخص واحد يتكلم بهذه الاسباب المجتمعه؟ والله تكلمنا، كل واحد يطلع يحكي، لا من المسؤولين بالدوله يعني في النهايه الشعب والناس تبي تاكل. اليوم سوق السمك فاضي، كش ذبان، ماكو شيء، الناس صار عندها خوف، صار عندها رعب في النهايه، اهلي واهلك وعيالي وعيالك وعيال واهل الكويت وغير المقيمين. الناس تبي الشخص يتكلم يعطي، انا اسف بس اسمح لي طال عمرك، اليوم الناس تبي اجابه كامله ووافيه، الشخص يتحدث مع الناس يقول يا جماعه 1 2 3 4 هذا استمر كذا، حلولها كذا، ما في حكي بهذا الموضوع. زين، قول لي، في اكثر من بيان في الهيئه العامه للبيئه قبل النفوق، وانا يمكن تكلمت عنها في المؤتمر الصحفي، والان فرصه اللي انا في برنامجكم اني اتكلم عنها. اليوم في مسؤوليه على وسائل الاعلام والمحطات والاخوان المسؤولين في السوشيال ميديا. صحيح. يجب ان لا تستقطع الـ 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 الاحداث ويتم تجزئه الحقائق وبالتالي عرضها كأن هذه هي سبب المشكلة. يعني اليوم احنا طلعنا في مؤتمر صحفي وتكلمنا، يستقطع جزء من المؤتمر الصحفي ونحط، طلعنا في بيان من الهيئة العامة للبيئة في تاريخ اول شهر 4. نعم. وتكلمنا عن مخالفات الصيادين، وقلنا صيادين وقفوهم. والناس قال لك ان شلون هيئة البيئة اتهمت صيادين، انا ما اتهم من فراغ، انا اليوم وقال لك احنا ما نصيد داخل الجون، واحنا اساسا ممنوع الصيد داخل الجون، ومنعوهم. انا اتكلم من واقع احداث مهندس محمد، قاعد يقومون بدورهم ولا لا؟ يعني الشرطه البيئيه، الصيادين، صرح يمكن الاستاذ اعتقد ايضا الهاجري ما يحضرني اسمه، رئيس اتحاد الصيادين، امنعوا الصيادين، الشرطه البيئيه قاعد تقوم بدورها وان كان قسم صغير فيها، يعني جهدهم واضح للامانه، بارك الله. كل واحد له دور، كل واحد له دور، قاعد يقوم بدوره، والمشكله ما انحلت. لا ما تنحل، هي ما تنحل يوم وليله، ولا راح تنحل في يوم وليله. 99 ولا راح تنحل. احنا اليوم كم سنه قاعد من 99؟ خليني اعطيك شغله، 17 سنه من 99. نعم. واليوم اللي يقول لك عن 99 وتقارير 99 وان الحكومه. نعم. تعاقبت وفي تقارير وفي تقارير وكلها توصيات وما نفذت. اليوم صدر، يعني احنا خلينا لا نجد ذاتنا، اليوم صدر هذا التشريع. نعم. في 2014. كيف صدر؟ بناء على ماذا؟ على طلباتكم بالتأكيد، جلساتكم، دراساتكم، بناء على تقارير. إيه؟ بناء على دراسات، على ممارسات سابقة. صحيح. بناء على اطلاع على نتائج فحوصات. صحيح. اليوم لما يجي مشرع في مجلس الأمة. نعم. في 2014، وأنا أعتبره من أكبر الإنجازات اللي تمت في 2014، هذا القانون اللي احنا نعتبره الدستور البيئي لدولة الكويت، 181 مادة، بالفعل اليوم حقق طموحنا، وإن كان في بعض المثالب وإن شاء الله راح تنحل. الى ان اليوم 179 مادة، 181 مادة. هل صحيح ان مو مفعل المواد؟ في مواد مفعله حتى هذا اليوم؟ اتحدى كل المواد مفعله، اتحدى. إيه؟ اليوم اي ماده من مواد القانون اليوم ما تم تفعيلها بالكامل، واليوم يزعلون علينا الاخوان، يقول لك احنا اليوم حلنا النيابه واحلتوا الجهات، مو حل ان الحل تحل الجهات النيابه، انا امامنا نص قانوني واضح، بل في نص قانوني ثاني. يعطيك بصلاحية مهندس محمد. طبعا النيابة. طبعا. من حولته للنيابة في هذه القضية؟ حولنا 24 جهة حكومية إلى النيابة العامة، مو الحين،
أنا أعطيك كشف. لأن أبي في الحالة الأخيرة، لأن أنا الوقت قاعد يمشي، فعندي أسئلة كثيرة مهندس محمد. في الحالة الأخيرة. في الحالة الأخيرة كم جهة الله يحفظك؟ إحنا تكلمنا عن مجاري أمطار. نعم. وتستخدم فيها بالمخالفة للقانون صرف صحي. نعم. أحلنا في 2015 سبع مجاري للأمطار. أذكر لك إياهم كلهم على جون الكويت. نعم. في 2016 سبع مجاري أيضاً ل. ما أي وزارة مسؤولة عنهم؟ كلهم وزارة الأشغال. مسؤولة عنهم. إحنا اليوم ترى ما نلقي اللائمة اليوم على وزارة الأشغال. ترى أنا اليوم لما أتكلم مسؤولة عنهم وزارة الأشغال أيضاً القانون المادة 38 واضحة. واضحة تقول إن الجهة أياً كانت اللي تنفذ مجارير الصرف الصحي والأمطار هي الجهة المسؤولة عن صيانتها والرقابة عليها. لاحظ النص القانوني شو يقول؟ بما يضمن، ما قال سلامة المناطق ولا قال سلامة الإنسان، سلامة البيئة البحرية. المشرع يدرك، يعني واضح العملية، واضح نص واضح. طيب مهندس محمد، اليوم حولتوا كم جهة اليوم في هذه القضية الأخيرة؟ كم جهة حولتوا للنيابة العامة؟ من 2017 الآن للحين عندنا 10 حالات، في عندنا الآن 4 حالات طلعت بالحادثة الأخيرة، وفي عندنا إحالة جاهزة. نعم. على جهة ما راح أذكر اسمها، لأن اليوم طيب. الإخوان في مجلس الأمة أعلنوا أن في لجنة تحقيق، وإن كان اليوم في بعض البيانات يجب أن لا ندلي فيها اليوم هني، راح ندلي فيها في لجان التحقيق في مجلس الأمة، وإحنا جاهزين واجتمعنا. جميل. مع الحالات في مجلس الحالات اللي الماضية الأخيرة، يعني أول حالة أحلتوها ايه؟ ما أدري سنة من أول ما طلع 2014 مثلا، أحل في نتيجة اليوم قضائية في هذا طبعًا الموضوع؟ طبعا. شنو العقوبة اللي قاعدة؟ أنا أعرف أن العقوبة أعطاكم القانون توصل إلى الإعدام وإلى الغرامة، يمكن توصل مليون دينار. شوف القانون عندنا غرامات الإعدام في موضوع النفايات النووية. نعم. وفي عندنا سجن مؤبد، وفي نعم. غرامات تصل إلى ملايين دنانير. نعم. وفي غرامات يعني إلى أقل غرامة يمكن 50 دينار. صحيح. هذه كلها عقوبات موجودة في القانون. إحنا في الهيئة العامة للبيئة سلطة التحقيق في القانون هي النيابة العامة. نعم. فبالتالي لما أحيل القضايا للنيابة العامة، النيابة العامة ترى خصم شريف في اليوم. تنظر في هذه القضايا نيابتنا وقضائنا بالتأكيد. تنظر في هذه القضايا بس عشان أوضح الجانب القانوني قد يغفل عن البعض. تنظر في هذه القضايا إذا رأت أن كافة الاستدلالات وكافة الإحالة من بيانات وغيرها منطبقة على المخالف، يتم إحالتها مباشرة للمحكمة. ينتهي دورنا إحنا هنا نتابع بعد ذلك. في اليوم أحكام قضائية صدرت بالسجن 3 سنوات، في أحكام بغرامات 20,000 دينار، في أحكام إبعاد وصلت لبعض المقيمين اللي أساءوا البيئة ودمروا البيئة. هذه كلها صدرت خلال السنتين الماضيتين. طيب في يعني من الأسئلة من الناس تابعوا الحلقة بالجريدة اليوم موجودة، قالوا لنا يعني يقول لك إنه في تقرير لكم المتابعين البيئيين، في تقرير لكم إن هناك تصريف 100,000 متر مكعب من المياه المجاري تنصرف من خلال مجرور الغزالي. صحيح. إيش سويتوا عليه ومتى دريتوا عنه؟ هذا التقرير موجود في وزارة الأشغال العامة، تقرير مستشار كلف، يمكن هذه أول مرة أقولها في برنامج، كلف في عمل دراسة خصوصا لمجرور الغزالي. المستشار هذا قدم تقرير في 2013. نعم. إلى وزارة الأشغال، والتقرير بين بشكل واضح أن في 100,000 متر مكعب تنتج بسبب فائض في الصرف الصحي يتم توجيهها لمجرور الغزالي. أيضا التقرير حدد أن في تقريبا ما يقارب 20,000 متر مكعب تصدر من منطقة جليب الشيوخ أيضا صرف صحي مباشرة إلى مجرور الغزالي. اليوم في حقائق، وهذه ترى على فكرة اليوم مجرور الغزالي ترى قبل لا أعرف عن التقرير هذا أنا حلته بالكامل. بارك الله فيكم. الملوثات، آخر سؤال عندي، مغذيات البراين. نعم. يعني من 27 سنة يقول تعلمون يعني عقد الاستثمار كان وفي الصليبية وسمح لها بتصريف هذه الملوثات. صحيح. وعلى علمكم يعني في هذا القرار. نعم. 27 سنة في دراسة مردود بيئي تقولون هذا يلوث وانتم خلينا يصرف. لا لا، في فرق بين يلوث وبين ملوثات خارجة عن نطاق العقد ومخالفة للقانون. البراين هي مياه شديدة الملوحة. نعم. تم أعطيت للمستثمر في عقد البي أو تي اللي هو محطة صليبية، وسمح للمستثمر بصرف مياه شديدة الملوحة إلى البحر بنفس مواصفات اللي عندنا، جداول مخصصة اللي هو جدول مياه البحر. هو سوى في مخالفة عندنا، أكثر من مخالفة تم حالتها للنيابة العامة، أن المياه اللي تطلع عن هذا المجرور غير مطابقة للمواصفات. أحلته؟ نعم، أحلناه للنيابة العامة. بارك الله فيكم. نتمنى الأمانة لقاء آخر نتكلم عن الإحالات النيابية، أنا الإحالات إلى النيابة عفوا، نتكلم على اليوم الناس متى تقدر تشتري سمك، متى تقدر تاكل سمك، الناس خايفه ياكلون ولا ما ياكلون. انت اليوم البيئه ياكلون من الاسواق المعتمده. ايه؟ موضوع الاحالات للنيابه اليوم، بس علشان ناكد حتى على شفافيتنا، اليوم رفعت الهيئه بلاغ الى النائب العام لاحاله الهيئه العامه للبيئه بناء
انتم احلتوا نفسكم؟ احلنا نفسنا. نعم نعم. شوف الشفافيه هذه وين؟ ليش؟ لان طلع الاخ خالد الهاجري في احد البرامج التلفزيونيه وقال ان هيئه البيئه خالفت القانون بسماحها لكذا وكذا وكذا، فبالتالي انا هذا بالنسبه لي بلاغ حسب الماده 173. واحلتوا نفسك؟ وحلنا نفسنا. اليوم النائب العام يجب ان تظهر الحقيقه، اذا كانت الهيئه اليوم الهيئه العامه للبيئه خالفت القانون أو لا. يجب ان نحاسب، يجب ان نحاسب. نعم بارك الله فيكم وهذا العشاء فيكم، وعسى الله يقويكم ان شاء الله لمصلحه البلاد والعباد. لكن اخر كلمه عفوا، ياكلون سمك الناس؟ ياكلون ان شاء الله. من جون الكويت؟ من جون الكويت. جون الكويت ممنوع، ممنوع الصيد فيه. ممنوع يعني سمكه من برا الكويت؟ الاسواق المعتمده اليوم للاسماك، سوق السمك اشتري من السمك واكل، اشتري وتاكل ولا يهمك. انت اكلت؟ انا كليت. نعم. عليك بالعافيه. الله يعافيك. مشكور مهندس محمد العنزي نائب المدير العام للشؤون الفنيه بالهيئه العامه للبيئه، شكرا جزيلا لك، وان شاء الله ضروري نلتقي مرارا وتكرارا حول هذه القضيه والناس تكون معكم اول باول، وشكرا لكم على هذه الشفافيه. شكرا جزيلا لك. الله يسلمك. كل الشكر للهيئه العامه للبيئه، والشكر موصول لكل العاملين بالهيئه العامه للبيئه. في النهايه احنا الهدف المصلحه العامه، مثل ما ذكر واليوم هذه هيئه مسؤوله بالدوله تقول لكم الاسواق المعتمده للاسماك اخذوا منها سمك، واحنا بدورنا اكلنا سمك، واذا احنا مخالفين القانون ترى احنا احنا نفسنا الى الجهات المعنيه. ليش والله ما يبي قابل وذاك ما يبي قابل؟ يقول كان ابي رئيس بصفه رسميه قانونيه يقابلني انا بصفه رسميه كالشيخ عبد الله احمد الحمود رئيس او مدير عام الهيئه العامه للبيئه، يجب ان يقابل شخص بصفه قانونيه. عدل؟ ما متفقين عليه، ما عندنا مشكلة. جميل، بارك الله فيكم وشكرا جزيلا لكم، كل شكر لهم والقائمين على هذا الموضوع، ومثل ما وعدناكم إن شاء الله نتابع هذه القضايا وقضايا مختلفة كثيرة. احنا وصلنا معكم إلى الختام، نشوفكم على خير إن شاء الله. في هذه الفقرة انتهى مسائي، لكن مسائي مستمر مع المحامي اللي اشتقنا له الأستاذ مشاري العيادة بعد الفاصل إن شاء الله، وفي فقرة الأسبوعية في الصميم راح يكون معاكم اليوم ومواضيع دائما بالصميم. أنا بدوري أودعكم وأقول لكم تصبحون على أمن وأمان وصحب الأبدان. كنت معاكم راشد حسن، إلى اللقاء إن شاء الله بعد الفاصل، ترجعون مع الأستاذ المحامي مشاري العيادة. مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، اليوم بنتكلم على موضوعين وكان بخاطري أن نزيدهم نخليهم أكثر من الموضوعين. الموضوع الأول، جتني اتصالات كثيرة على قانون الخدم وما تم بهذا القانون، والقانون الثاني اللي راح ناخذه في بعد قانون الخدم نتكلم على جرائم الانتحار، خصوصا في الفترة اللي سمعنا في وجود طبعا أثناء الدراسة وأثناء الاختبارات وتعاطي الطلبة لبعض الطلبة مواد المخدرة لتسهيل عملية استيعابهم للدروس. موضوع القانون الخدم، طبعا قبل 4 سنوات استبشرنا خير بأن قانون الخدم تخفيض سعر يعني العمالة المنزلية مثل المبالغ الطائلة اللي قاعدين نشوفها، شيء محزن، وكثير من العوائل تضررت بسبب هذا القانون اللي إلى الآن ما رأى النور. اللي يزعج فعلا ويضايق إنه إلى متى التلاعب يعني بعقول الناس. قانون الخدم من قبل 4-5 سنوات لم يرى النور. ليش يا مشرعين؟ ليش يا أعضاء مجلس أمة؟ ليش يا حكومة؟ دائما نلقي اللوم على الحكومة، مع أن الحكومة ترمي هالأمر إلى مجلس الأمة، ويفترض أنهم يكونوا مشرعين قوانين. للأسف ما شفنا هذا الأمر، وكل يوم ناخذ من إبر البنج اللي تخلي الواحد يصل إلى غياهب هذا الأمر. لكن نريد الحقيقة. الخادمة، هل يعقل اليوم يوصل سعر الخادمة إلى 1800؟ ترى بعض الناس يعتبرها مهر، ما هو سعر الخادمة. وأنا طبعا بعيدا عن التصنيفات وبيع، يعتبرون البعض لما نقول سعر الخدم هو بيع الرقيق، لا حاشا، احنا إن شاء الله إن بعيدين عن هذا الأمر وأن هذا القصد.
لكن نتكلم بكل شفافية وتعودنا نتكلم دائما بالصميم. شنو السر وراء الاستفادة من المواطن البسيط صاحب الدخل المسحوق؟ ما عندكم إلا المواطن المسحوق، وخصوصا هذه القضايا دائما تصل إلى أبعاد كثيرة، يعني ما نلاقيها إلا قبل شهر رمضان، وسبحان الله ما يتم هروب السائق ولا الخادمة إلا في هذا قبل هذا الشهر. ليش؟ شنو الأسباب؟ شنو المعطيات؟ نتمنى يعني خصوصا الإخوان في اللجنة التشريعية في مجلس الأمة الاستعجال في هذا القانون اللي هو قانون سعر الخدم، يعني وصل إلى مبالغ طائلة، يوصل إلى 1400 وإلى 1800. إذا تبيها مستعجلة يعطونك إياها ب 1800، إذا بتنتظر تأخذها ب 1200. الناس ما عندها، الناس على الله وعلى الراتب، هو وين يقدر يدفع راتب الخادمة ولا وين يدفع مقدم استقدام هذه الخادمة؟ فنتمنى يعني من القلب للقلب. كثير من الإخوان تواصلوا معي على رقمنا اللي موجود أسفل الشاشة وترجوا أن تكلم عن موضوع ارتفاع أسعار الخدم، فإحنا اليوم لما نوصل هذا الأمر نوصل صوتكم من خلال هذه الشاشة الصغيرة. الموضوع الثاني اللي ودي يعني ودي أسترسل فيه وآخذ راحتي فيه موضوع أبنائنا وإخواننا الطلبة. في هذه الأيام طبعا أيام الاختبارات يكون نفسية الطالب ما ودك تقرب له ولا تحسد عليها، خصوصا من الضغط النفسي وعلى التحصيل الدراسي، لكن يبقى الاهتمام مطلوب من ولي الأمر ومنك يا ولية الأمر. اليوم الطلبة بحاجة كبيرة للاحتواء خصوصا من الأب ومن الأم. هذه الأيام أيام يعتبر فيها الطالب سجين إلى أن تنقضي فترة الاختبارات، وبالتالي أخذ ما أخذها من التحصيل حسب النسبة اللي راح تطلع له إن شاء الله، ونتمنى للجميع النجاح. لكن الطلب اللي هي المراقبة، بعض الطلبة يتعاطى لكل أسف مواد مخدرة على أساس أنه يستمر ويتم السهر للتحصيل العلمي والدراسي، وهو بعيد كل البعد عن هذا الموضوع. نتمنى من أولياء الأمور الانتباه والشعور بنفسية أبنائهم. مثل هذه المواضيع فعلا نعتقد أن لابد أن يكون لنا اهتمام ويكون لنا دراية وقرب نفسي من أبنائنا، يعني يخالف الأيام اللي نكون فيها مشغولين عن أبنائنا خلال طول السنة. راح نكمل معاكم بعد هذا الفاصل. رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي المشاهدين، نكمل على موضوع فترة الاختبارات حق أبنائنا الطلبة. يراعى فيها نفسيتهم ويراعى فيهم الاهتمام النفسي والفكري، كذلك الرقابة الجيدة على موضوع السهر. للأسف البعض يحاول أن يغطي موضوع عدم تحصيل الدراسي للتعاطي بعض المواد المخدرة، وهنالك من يتجه الاتجاه مع كل أسف شديد بعد الإحصائيات والدراسات التي تشير أن أغلب أو الفترة الوجيزة لانتحار الأحداث تكون في فترة الاختبارات. انتحار الحدث إما يكون في مشاكل نفسية ومشاكل أسرية يراعى فيها الاهتمام من الأسرة. توجيهاتنا في هذا الأمر ترى توجيهات اجتماعية ونفسية، كذلك نعطي في الصميم.
انتباهك لولدك ولا لبنتك خلال فترة الاختبارات أو كل الاختبارات يفترض أن تكون من الجانب النفسي، اهتمامك له أو اهتمامك لها من الجانب النفسي يراعى مساعدته في بعض المشاكل اللي يمكن يعاني منها خلال فترة الاختبارات، وكذلك شنو يمنع لما تطلع معاه ولا تطلع معاها وتقعد مع بنتك ولا مع ولدك، تغير نوع من النفسية وتعطي دافع إيجابي لهم خلال فترة الاختبارات. كثير من الأمور اللي خصوصا تضر في نفسية الأحداث اللي هو عدم الشعور والاهتمام من قبل ولي الأمر أو من ولية الأمر أو من المشاكل اللي تمر عليهم خلال فترة أسباب انفصال الأب عن الأم وفترة الطلاق ما بين الأب والأم، عدم الاقتراب أو وجوده بين أسرته مما يشكل فراغ بالنسبة للحدث أو للمراهق وفراغ للمراهقة، ممكن تنتج عنه كثير من المشاكل وتنتج عنه كثير من القضايا التي لا تحمد عقباها، من ضمنها تلاقيه ممكن ينفس عن طريق الإساءة للناس عن طريق التويتر وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتجاه إلى طريق المخدرات أو الاتجاه إلى التعاطي للمخدرات والكيميكال. حتى اليوم تغير موزون موضوع المخدرات وكذلك سهل تواجدها وسهل تعاطيها. نسأل للجميع السلامة ونتمنى لهم التوفيق. هذه بعض الملاحظات اللي كانت مهمة ومن خلال تجاوبكم ومراسلتكم لنا عبر الأرقام اللي موجودة، رقم الواتساب اللي موجود أسفل الشاشة، يخلينا نجد التواصل اللي بيننا وبينكم وننقل ما معاناتكم إلى المسؤولين وكذلك لحتى لضيوفنا اللي راح يكونون متواجدين معنا في الاستديو. على إن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع الجاي في مثل هاليوم. نشوفكم على خير، مع السلامة.